ثلاث مع البرازيل، 12 فوز للبرازيل، ثلاثة لألمانيا وخمسة تعادلات، وفي مجمل المباريات بين هذين المنتخبين البرازيلي والألماني الموحد ثماني مباريات فازت البرازيل بخمسة، تعادل في اثنتين وفازت نيبيا إلى رمية تماس صفراء. خواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني كان مساعدا لكلينزمان في مونديال 2006 عندما حلت ألمانيا تاج عندما خسرها عام 50 أمام الأوروغواي. كرة ألمانية طويلة في العمق، هناك ليس هناك تسلل على جوتزي، وجوتزي يصوب والكرة يبعد الحارس جوليو سيزار، أول كرة خطيرة ألمانية. بودولسكي ترجع إلى فيليب لام، فيليب لام إلى بودولسكي في موقف سليم، وألمانيا أخطر في هذه الآونة، وفي العمق يتواجد ماريو غوميز أيضا عملاق بايرن ميونخ، وهذا لوسيو قائد المنتخب البرازيلي ينقلها إلى زميله فيليب لام وكلاهما في البايرن، وهذه واحدة أمامية ولكنها أعلى من قامة المهاجم غوميز أو من توماس مولر الذي يتقدم في العمق. لاحظوا هنا اللقطة التي لم يكن فيها متسللا ماريو غوتزي في الدقيقة الخامسة عندما استلم الكرة بتوقيت سليم، وطبعا هذه يعني إشادة بالحكم المساعد لأنه وقت عملية التمرير وتقدم اللاعب وراء الدفاع في الوقت المناسب، ولكن أغلق الزاوية بشكل صحيح جوليو سيزار. تمريرة خاطئة واستهتار في غير محله أمام البرازيليين، وهذا روبينيو يأخذ الكرة يمررها هناك، وحالة انفراد لباتو، ولكن باتو يأخذ وقت أطول مما ينبغي وتذهب الكرة بالتالي من توني كروس لتصل إلى الحارس نويا. لا يحلم بالمنتخب البرازيلي وقميص المنتخب البرازيلي لكي يتوج مسيرته معه في كأس العالم 2014، لكن وقتها سيكون رونالدينيو في 34، فهل يتم اختياره للمنتخب؟ وردة الفعل البرازيلية واضحة في المدرجات من فرانكفورت إلى شتوتغارت بالحافلة بعد إلغاء الرحلة الجوية، فقضوا حوالي 3 ساعات على الطريق. هذه هجمة برازيلية عرضية ومونوير بقدمه يبعدها إلى أول ركنية برازيلية. مانويل نوير مزيته أنه من الحراس الذين يجيدون التصرف في كل الحالات، بحاجة لاستخدام الساق يستخدم ساقه، بحاجة للخروج يخرج مرمى، حاول يلحق بها ولا ينجح. بودولسكي لوكاس بودولسكي البولندي الأصل الألماني طبعا، وفي ألمانيا أصبحنا نرى كثير من اللاعبين الذين ليسوا من أصل ألماني كما هو حال سامي خضيرة ومسعود أوزيل وحتى البرازيلي كاكاو الذي كرة ولكن لن يستطيع، عندما يعيد الكرة يعيدها من مدافع وتعود إلى الوسط الألماني بقيادة اللاعب شفانشتايغر اللي هو يعتبر اللاعب مفتاح اللعب بالنسبة للمنتخب الألماني. روبين هو غائب تماما في هذه في هذا الشوط على الأقل. نيمار غائب تماما في هذا الشوط. بعض المحاولات الفردية من اللاعب باتو، وخصوصا في الهجمة اللي عمل فيها مجهود فردي في الدقيقة 39 واللي كاد انه هو يسجل منها لو كانت التسديدة محكمة. لكن لو نقول موجود مثلا لاعب هولك، لاعب قوي جدا مقارنة بالأجسام اللي موجودة في المنتخب الألماني، نجد أن اللاعب قوي جدا، يستطيع أن هو يحجز، يستطيع أن هو يسدد، يستطيع أن هو يتحكم في الكرة، يستطيع أن يعني يحجز على كرته حتى يصل اللاعبين لمساعدته، ومن ثم تبدأ الهجمات بالنسبة للمنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي نحن دائما متعودين أنه هو هذه إعادة للضربة الحرة من حوالي 25 أو 26 متر من داني ألفيش إلى مكان وقوف نوير، وبالتالي كان الحل الأفضل مع كرة برازيلية أكيد أنها تلف هناك شيء فكت عليها. يملك قدرة على التهديف وباتو يلعب كرة عرضية هناك إلى فرناندينيو، فرناندينيو يحولها إلى داني ألفيش الذي يرفع باتجاه باتو، ولكن ينجح في الصعود إليها المدافع كريستيان تراش ويحولها إلى ركنة ركنية ثالثة لمصلحة المنتخب البرازيلي مقابل ركنيتين للألمان. هذه رفع داني ألفيش الذي بدأ يتقدم هجوميا، بدأ يتحرر من الضغط الذي يمارسه عليه بودولسك، هو الذي سيضع توقيعه على هذه الكرة في الدقيقة 38 من الشوط الأول، تصويب مباشرة فوق العارضة، إذا كانت تصويب مباشرة من توني كروس ولكن ذهبت مقوسة فوق المرمى البرازيلي وأصبحت ركلة مرمى لفائدة جوليو سيزار. ليست سيئة ولكنها ليست جيدة بما يكفي لكي تكون بين أخشاب المرمى. يعطي الكرة تصل إلى باتو، ثلاثة برازيليين وسط خمسة ألمان، باتو يمر من الأول والثاني ويصوب الكرة الثالثة لتذهب جانبية إلى ركن المرمى. يعني باتو الحقيقة خامل مجهود، ولكن كثيرا ما يحدث بالنسبة للاعبين عندما يقوم بالأصعب بالجهد الكبير في البداية أنه يفقد التركيز في النهاية وتذهب كرته طائشة كما دفاعية.
خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، وهذه شروحات من يوخيم لوب. طبعا سنشاهد كما قلت وجوه أخرى من المباريات مع السالساو، هذا يضع إشارات استفهام كثيرة على البرازيل. هذه تسويبة تمر جانبية للمنتخب الألماني من كريستيان تراش، حتى المدافعون بدأوا بالتسديد. هذا كريستيان تراش يسوب والكرة تنحرف، لا يبدو لي أنها لامست أحدا في طريقها إلى خارج الملعب، وبالتالي فإن الكرة أصبحت ركلة مرمى لمصلحة أو مضاد لفائدة المنتخب الأصفر والأزرق. رالف ثلاثة ضد ثلاثة، فرصة كبيرة قد تكون الآن، يعطي الكرة هناك إلى نيمار، نيمار يصدد ولكنها أرضية جانبية تصبح ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الألماني. حتى نيمار نفسه أعتقد بأن هناك هالة حوله أكبر من حقيقة مستواه الذي شاهدناه حتى الآن، سواء في كوبا أمريكا أو في هذه المباراة الودية. يعني في أربع مباريات في كوبا أمريكا ربما أشع في مباراة واحدة فقط. إذا عن لام تصبح رمية تماس لمصلحة المنتخب البرازيلي، وحتى شفيشتايجر لم يتألق كثيرا في هذا الشوط الأول كما عهدناه في كأس العالم، والحكم لا يعطي أي شيء كوقت مضاف في هذا الشوط الأول. إذا الصورة النهائية لهذا القسم الأول في هذه المباراة الودية بين الماشاف والسليساو، ألمانيا 0 البرازيل 0.